دكتور إكرام بدر الدين، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، ينضم إلي عبر الهاتف. دكتور إكرام، أهلا بحضرتك وبالسادة المشاهدين. دكتور إكرام، علاقات وثيقة ما بين مصر والسنغال وملفات كسر للتباحث ما بين البلدين، كيف تقرأ هذه الزيارة للرئيس السنغالي لمصر، خاصة في ظل رئاسة مرتقبة لها للاتحاد الإفريقي؟ طبعا هي زيارة مهمة للرئيس السنغالي إلى مصر، واللقاء مع السيد الرئيس، وده الحقيقة بيعبر عن العلاقات الوثيقة والقوية التي تربط بين مصر والسنغال، سواء على المستوى الرسمي أو على المستوى الشعب. المشاورات بين الرئيسين تناولت عديد من القضايا الهامة، وخصوصا أنها بتأتي عقب زيارة قام بها السيد الرئيس للسنغال في 2019. المباحثات تناولت عديد من القضايا الهامة، سواء منها ما يتعلق بالعلاقات الثنائية بين مصر وبين السنغال في المجال الاقتصادي، في المجال السياسي، في مجال التبادل التجاري، في مجال الاستثمارات. أيضا التوقيت له دلالة، يعني بتأتي هذه الزيارة قبل فترة يعني يمكن وجيزة من تولي السنغال رئاسة الاتحاد الإفريقي. تم تناول قضايا مهمة زي تعزيز جهود مكافحة كورونا وظاهرة الإرهاب في القارة الإفريقية، وتضافر الجهود الإفريقية لمواجهة هذه الجائحة. تم التطرق أيضا إلى موضوع الاستقرار في أفريقيا، وخصوصا في منطقة شرق أفريقيا وفي الساحل الإفريقي، وإضافة إلى التعاون في مجال مكافحة الفكر المتطرف. ربما من القضايا الهامة أيضا تطرقت إليها المباحثات ملف سد النهضة، وطبعا التعبير عن وجهة النظر المصرية اللي تم يعني التعبير عنها من قبل، وهي أن نهر النيل يكون مجال للتعاون وأهمية الوصول إلى اتفاق قانوني ملزم. ربما أيضا قضية استضافة مصر لقمة التغيرات المناخية واللي هتكون يمكن في شهر نوفمبر القادم، وتم التأكيد على الروابط الوثيقة بين الدولتين وبين الشعبين. نعم، أيضا الفكر الإسلامي الوسطي وهذا التعاون المشترك ما بين مصر والسنغال، خاصة فيما يتعلق بمكافحة الفكر المتطرف ومكافحة الإرهاب. ده صحيح، وأهمية الفكر المعتدل، لأن هو ده الحقيقة نقدر نقول حائط الصد ضد الأفكار المتطرفة وضد الدعاوى الإرهابية، وكل دي قضايا بتتوافق فيها وجهات النظر بين مصر والسنغال. إضافة أيضا إلى التأكيد على أهمية التعاون بين الدولتين في بعض المجالات الهامة، بخصوص الطاقة والكهرباء والطيران المدني والمتاحف، وأيضا أهمية تدريب كوادر سنغالية في مصر والاستفادة من الخبرات المصرية في هذا الشأن. نعم، مسألة نقل الخبرات والدعم الفني للكوادر البشرية ما بين مصر والسنغال، وأضف عليها أيضا عدد من الشركات المصرية العاملة في الأراضي السنغالية فيما يخص التنمية والبنية التحتية للشعب السنغالي، يعني كيف ترى هذه الملفات تحديدا والدور المصري في النهوض بالقارة الإفريقية وتفعيل مقومتها الرئيسية والأساسية المتمثلة في العنصر البشري بداخلها؟ طبعا ده دور مهم لمصر، ومصر بتقدم حقيقة خبراتها للدول الإفريقية وخبراتها في مجالات مختلفة، سواء في مجال التنمية أو في مجال المشروعات أو في مجال تدريب العنصر البشري، ودي قضية مهمة أوي الحقيقة، إن مصر بتقدم خبراتها وتقوم بتدريب كوادر وعناصر بشرية للدول الإفريقية المختلفة وفي مختلف التخصصات. يعني احنا ممكن نشوف مثلا في المعاهد والجامعات المصرية، في يعني المؤسسات العسكرية والمعاهد العسكرية يتم أيضا تدريبهم، في الأكاديميات المتعلقة بالإدارة والتدريب، وبالتالي بتتحقق الفائدة المشتركة بين مصر ودول القارة الإفريقية، سواء من الناحية المادية أو من حيث تدريب الكوادر البشرية. نعم، توطين صناعة الدواء
أو توطين العقار الخاص بفيروس كورونا وأيضا توفير اللقاحات فيما يخص مجابهة هذا الفيروس، يعني كيف ترى هذا الملف تحديدا؟ طبعا ده ملف مهم أيضا تطرقت إليه المشاورات، وهو يتعلق بمكافحة وباء كورونا وتضافر الجهود للمكافحة الحقيقة، وخصوصا أن مصر قطعت شوط كبير في هذا المجال، لأن مصر أصبحت أيضا بتنتج الأدوية واللقاحات الخاصة بمكافحة كورونا، والتي يمكن أيضا أن تكون محل تقدير من الدول الإفريقية، وأشاد أيضا رئيس السنغالي بهذا الأمر في مصر، إن مصر أيضا بتقدم نموذج للقارة الإفريقية الحقيقة يمكن الاحتذاء به، سواء بالنسبة لمقاومة الإرهاب، بالنسبة لمقاومة جائحة كورونا، بالنسبة للتعاون في المشروعات المختلفة، بالنسبة لتنمية العنصر البشري، وكلها قضايا يمكن أن تتضافر فيها جهود مصر وجهود الدول الإفريقية، وبما يعود بالمصلحة والفائدة على شعوب القارة. نعم، تحدث الرئيس السنغالي ماكي سال عن تيسير وتسيير عدد من رحلات الطيران إلى مصر، وهذا يقودنا إلى المجال السياحي والتعاون في هذا الشق تحديدا، سواء فيما يخص التنشيط السياحي ما بين البلدين أو حتى فيما يخص الآثار وتبادل الخبرات في هذا المجال، خاصة أن مصر يعني بتكون حريصة على إمداد السنغال بعدد من القطع الأثرية، ليست الأصلية لكن المقلدة بشكل كبير يضاهي الحقيقية ومن ثم تعرض في المتاحف السنغالية. طبعا ده عامل مهم، وفي إطار تدعيم الترابط بين الدولتين بين مصر والسنغال، وده أيضا احنا نقدر ننظر إليه باعتباره من عناصر القوة الناعمة المصرية. احنا ما نتكلم عن المتاحف، ما نتكلم عن الآثار، وأيضا نتكلم عن الترابط بين الدولتين على مختلف الجوانب، فكل ده أيضا بيؤدي إلى توثيق العلاقات. بيندرج في هذا الإطار أيضا الطيران المدني وتشجيع الرحلات وتسهيل الإجراءات الخاصة بالحصول على التأشيرات بين الدولتين، إضافة إلى التعاون في مجال الطاقة والكهرباء وغيره، كل ده بيؤكد ويركز على أهمية التعاون المصري السنغالي وفي جوانب مختلفة ومتعددة. نعم، أشكرك جزيل الشكر الدكتور إكرام بدر الدين، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة.